إحدى أكبر الأخطار التي تهدد كل حضارة من الحضارات، خطر الذوبان الثقافي ما يتعلق بقوة الأمة. ما أظن أن يوجد هنالك في التاريخ كله هاي الأحقاد اللي انصبت على الموالين لأهل البيت صلوات الله عليهم من أيام معاوية ومن قبل ذلك أيضا. مرت على الموالين لأهل البيت أيام كان يقال للرجل إنه زنديق أحب له من أن يقال إنه موالي لأهل البيت، ولكن لاحظ هذا اللطف الإلهي. هذه الأمة التي قتلت ووضعوا في السجون حتى ماتوا، السجون اللي ما كان يميز فيها الليل عن النهار، كيف قاومت؟ شلون قاومت؟ هذه قوة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، هذه مجالس سيد الشهداء صلوات الله عليه، هي التي حفظت بإذن الله وبحول الله وبقوة الله حفظت هذا الكيان وحفظت هذه الأمة.